دولة مصغرة عبارة عن شباب ثورية وشباب عفوية ما تابعة لأي حزب ولا لأي انتماء ولا لأي ميليشيات ولا 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 إلى آخره من هذه المسميات اللي حاولوا يسقطون بها الثورة. احنا منظمين، يعني اكو شباب تطوعية، التنظيم كلش عالي، اكو مفارز، شباب يشتغلون على المفارز، شباب يشتغلون على التنظيف، شباب يشتغلون على الرسم، شباب يشتغلون على الاسعاف.